الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرح صدورنا للإيمان والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان أما بعد بنر بر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردم خير خوشاد بن إن شاء الله بن في بي عنواني أهمية العدالة والمساواة عدالته يك ويكسانية دي وخفين إن شاء الله

يعني زريبة زريبة دانو و كارتي كرناوي ما زنت كده دمي نمينت دمت بيجت إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة خد تعالى دولة عادل إذا تبرور تهيلت عمري يدريجت كت نوز نعمة عدته ولو كافر جبت ويزيل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، دولة ظالم، ستمكار، دكتاتور، مستبد، ديش نافبت ولو نافى ملال سربت، نافى شيخ أغال سربت، نافب مسلماناتيل سربت، نافى كيل سربت؟ خود تعالج بندبت، أبا دياردبت وخفتني إمام ابن تيمية، جرينجية عدالة إمام ابن تيمية ادبجت عدالة استينك سنتك كونية إكش سنة خود تعالى ضروري وواجبة هبت حياة جيانا بشريتي وأمما بو بلند بينا وانو راقرتنا وانو بردامدانا وانو هر هر عدالة ويكسانية ادبت أجر بو برقرار بينا يعني إم ناهي وإم السياسي إتا اقتصادي يت همي مجالاتها هر أود اجري بلند بينا يعني بختواريا وكيف خوشي خلكي دي بتا أستكي وقوبتكا كي برزو بلند بس مخابن أبريكا بين دولة المسلمانة جشت عامة تش و نالين و دردساري و بهيدياتي و يعني و نساخي و دربداري و اتناف مدولة المسلمانة دي مع العلم مسلمانة اف ياساي بوانا يهاتي اف قرآن بيروز بردام بوانا هانو دد براف يكساني عضلتي عضلتي و عدالتي و ستم و بس بيجيري بناو تكرين غياب عدالتي و عدالتي و پیدابین ستم و ظلم دجیان خلکی دا او بلکت نابین خیزان و عائله کار نو و ورج بر همی احتمال کم بد یعنی ورج آوی کار تکرن آوی بس اگر ظلم و ستم بیت نابین حکمت و دولت زلهز و گل بجام

بس ورجاوي اگر ببر دام بد كاراسات پيداد بد ورجاوي ملت و اقوام و حضارات برف نماني بد بد او كاراسات او مصيبت أبا. يعني دي چه و جان دي چهو وصبره بد آن آه هستت هاولاتي القل آه قيادة و وكيد بيجن پاشا و ملك و رئيسة خود چه سرو

بس دعاء دسويته توكيد بيجن أنا كدي شيء دستنا مينت ستم. كني ظلم وستم أجر سر ملي هاولاتي زيادة بي وشركو منفذ وشارة سري نمان هاولاتي فقير بس دستي خوب لأنك تو دا خودي تعالى كت أفسد مسرّا كت خودي تعالى بحس الظلم ستمت كت بيجت رجع قيامته ظلماته إن الظلم ظلمات يوم القيامة

تفرمود أو أو حفت جورا مروف تشن بن سيبرا خود تعالى أي كشوانت بيجت أول كس وإمام عادل ابي عدالة بكت برهمك جزائك باداشتك دي ورقرت أول كس دي جت بن سيبرا خود تعالى رجاء قيامته رجاء مخ خلياقات بيقبا تخوهت خودا يتغرق بينا إمام العادل درت دا دارت كبت هي

شولت خالكيد دا سوان دا ايه بريار سر جيانا مصيري خالكيد دن فرا هاش وان قفت هني هبن دو خوتوشي هلاكتي نكن خوتوشي آقري خود تعالى نكن خوتوشي جهنم نكن سرا چي جبر چي بو كفت آن نا خو روجا خو مستقبل و مصيري خوية يبرد دوام توشي آقري بكم سرا ظلمك الايكي بكم سرا كو ازبو كسانك شول بكم بيجريب او بكم امر فرمان خو تعالى إيه لا بدم اوا مصيبته چند علماء بيروز داشول حاكمي سانك چند چند كتاب التاليف كرين چند در حق في 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 مجالي با بابتي باب الظلم چند بحث كرين چند يتغوتين بيغمبر اصلا چند وصيته او مشغاريت كرين د شولي حاکم صاحب ذیکوب ګټه عدالت د خدمتای وکین بس اگر حاکم پیګری پیناکت بس اگر حاکم پیشگوو وبو وجید اوبه دمر سیوبد اجبرچی د عدالت تحقیق بت مې جومې اسلاماتی خاص تایبه وخت خلافا راشدین پیروس چیروک صدہان تهین هزارہای تهین سر عدالت او سر هندی رجک چند خمک مزنی خارین چند یاسای دارتین چند واجبات و چند شرط و مرجت پیدا کرین بوی کسی ببت قائد ببت حاکم ببت ریوبر ببت سرپرشتی خلکی بکت چند مرجی دیناتین چند شرط و شروط دیناتین اف شروط هنیتی دا مطابق نابن، اف کسا يعني اف بوستا واف منصبا ناديني اف كسا نيزيكي وي كي ناكن اف كسا نادينن مسؤول وباشا ومحافظ وقائم مقام وآغا سلسالي خلكي بس وقتي صدى هون صالبورين وشرخي زيرين ديركت الشيانة خلكي افركا صدو هشتي درجة معيار هاتي قهورين او بيفر او مقياس او معيار او ياسا او مرج اغرقي او حاكم او ولي او خليفه او مسؤول او منصب تي دون بوكسي كاب بنى مالاوانا شانت شماني زيكا كاب شانت معروفن كاب بنى شانت قارو بوستو منصب هنا كاب بنى مالاوانا شانتا متكن شانت يعني او محسوبية، بيجا واسطي بيجا وكت بيجن دانستان بيجا يعني مصلحة ايكودوب قدين بيجا سر في أساسي أفريكا باشا، ملكو رئيسو آغاو مختار تتهل بجاردن اشبر هندي حالي خلقي أفريكا في آستي اشبر هندي أفريكا مجتمع يبرتو بلاوة بيا شُمكِين الطبقَيك يبين هاولد وانا أوان العصمانات فرن ب postage وعصطي ومحسوبية وشول خدمة طوانته قدان دنو بارد بارك يوان جهة هرجه كي ببينك شنو هر طوانته كي جيبك ده خلاص من الطبقَك دي نان ليه هزرته بخل نان محتاج بريشان فقير بواسطة، بكاز ببشت أفي ولي هاتي شمكني أوي هاتي هل بجارتن الجهة شو لجيو جهة بريار وتوقيع وقراره نبشرت شروط و مرج أو مواصفات دنينا إجبرهن هندي كار بياساي خودي وبيغمبر أو يت عدالة ناكت دي أو ياسا داريجت أو بريار ديدت أو قانون دي تنفيذ كت أو توقيع دي توقيع كت اوات برجواندي ومصلحته وي سر خدا يا سبحان الله جبرشي بوشي شمكيني وصايا هاتين الرعا وكت بيجن فير كرين بروار دكرين وصايا ات مظم وصايا علم علمتنا افكارا اه وصايا بريفا ببن جبر هندي امد بيجن هر ديساني افكو مالقهيا الزريبه هندي الدت. اف کامل جهای وقت دست بکنم ایشتر پیدا کرد تو بالا ود بذ نیارتی و احقاد و نویان و کراهیت و دشمناتی بتدا پیدا بذ بعد شده که طبیعیه بوشی فلان کس بجه تا پوستی فلان کس دست بذ بوشی فلان کس بیت توضیف کنیم بوشی فلان کس افراد باور کرد بوشی فلان کس سری کرسی از خدا نخو شهادی وی به هر فجع طبیعیه بت کار بکن طبیعی حق دو نویان دی پیدا بذ الدولة تروش آوا كو أمريكا بيجني غرب وكي بيجن قائد وانو سر كردي وانو باشايت وانو اندام برلمان وانو محافظ وانو نا انا هل بجارتن إلا ياساو وقانون شوانا بقرد إلا مرجت هندي تنافوان دا پيدا أو مرجو شروط تنافوان ده هبن الشنيكو أو كورسيكو منصب و پوست بوانا تيداني وجبر هندي جيك امد بينين، چند بيشكفتن، چند حال خوشی چند يكساني، چند بختواری چند هر یک دیگه حق و خوب سانه هی الدفونه غدر و زرم کسکی نو تکرین جبر چمکنی هر کسکی توبتشي بچی شولت دی و عدالت دیگه جبر هند تو مستعدی افرو يعني الويري مستعدي همش شلون تخو قوا هزرو بي تخو دي بوي ولاتي بوي دولتي دي همي صرف كي ودي بكار بو بيش اش مجال شولتا افرو كي ام مسلمان او لا بيد في ام او يا صال دفخو تنفيذ كين او عداله دفخو تحقيق كين او يكساني دفخو بيدا كين بس أفريكا مسلمونا كلا كديرة مسلمان البريطانيا والفرنسا والأمريكا وقت يتشن برام برداد جهي وقت يتشن برام بر هر دائرة دا شوانا بتكرين حق وما وضمانات ضمانات توانا مسوجرة سر قبيلة كت هر ياساي كي سر بتسباندن چم كيني برام بر هنديجيك دليل تهين ظلم وتعدال بمسلمان نايتكرين دليل وإثبات هابدكو أبتاوان بورا دي سزادن دليل إثبات هبد كو أفا بيتاوانا دي تدري عقوبة و سزادان سروينات سباندن جبر هند مسلمان وان دولة أجيك أول دولة تروش آفاد جين أو جيك و هزرو و طاقات تخب كارتينن بو پیش و برنا و دولتی وقت ما گوت اگر فرانسا بت اگر بریتانیا بت اگر امریکا بت یعنی يعني حسرت وأكيد بيجن نخوشي البيشيا باش روجا دولة المسلمان حسرت ونخوشي البيشيا زاروك مسلمان اگر ويسروا باريب ريبا بجد احتمال هر ديسانين داك ديه كن بيجن اري او چه اگره او چه سببه دولت تروش آوا کافر نو پیش بکه یعنی يعني برای پیش بچن اقتصاد وانا بلند و وانا ترفاهیت دو بخت وارن و هریکو حق ما فیت جهتی آو چه سببه؟ يعني حتى آفریکا هندک مسلمان تاین یت یت عقلش دست دایم دی دی وی رنگی بیشن آف پرسیارت کت بیشتر بوشی وی رپیش کفته نه بوشی مسلمان وی رپاش و ماینا این ما نه آفه اگرین آفه از

ګریدان آیبووی اخرې بووی مملکتي نومینټ مجبور به چانتګه خو دې حاضر کېدې دې 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 مشهخد به دې درک به از چې مجبورم شې تاریخ خو عمر خو بوري د دولتې کې دوه میاکه من در به خط ذکر دوه میاکه من در به خط تاوم بار دوه میاکه سره بس هزر کې مې کلی تاریخ ده دهن سال سشنه از برزم ونوکټ فجامد بینین انسان الدولة روش اوفا همي حقو ما في توي ادجهتي بيش فاتونا دولة روش اوفا اجري وي سالكي ازادي حريتو هي اسباب سالكي بيش فاتونا غربي و روش اوفا انسان ازادا هزرو بيرت خودا رابو دركتنو خودا درکتنو خو حجيكرنو حجی کرنو چ معتقد و دیانو دیانتو آینه بخو هل بیشتر آزاده اجبار هندی امت بینی چه و پیش و چون روز بر روز یعنی يعني هر برفتن ميو میاد و تطور و همه جارات داد پیش و چونی هی آقا دوره کی دای هاولاتی روز آواه غربی که همه طاقت خوب کار بیند با خدمت باجیر خواه دولت خواه خلق هاولاتی خواه حکمت خواه هر دمکه توبې حولطي هر دولت کي هبت توبې ونه آزادي تنه ژيور ګيلي بي ژي تنه آزادي ته با خو بي تنه آزادي ته زيروبيريد خو وا خو ات سره خوده په حويني تنه آزادي مياني باروانش خوبي کي تنه آزادي بي نکاميامه کي اون با وييما تنه آزادي ته بي معارزه اف انسان شوي بلندايي هني تت خوري تيت حاشا وجيانا وري ليتيت وقت تيت شو البازيد بيت مغرب اما الراس برف كوتانا خوفت شت افو خارنا خط خط خود الويري خود دريجت كت روجا دي جهر وصال هيفيو هنديا كانجي خودان دي سرجي كت كانجي هولاتي دي وليئت كانجي مروف دي وليئت كانجي مروف دي كتابي مستوائي دمي تو آزادية ويجيوار كيري تو افروكا امد بين ياسو قوانين الدولة المسلمانة والمسلمانة كيري دمي حق في بيت خارن فقيري بكل بزافت كتدابة حق ما في خوار كيريت وصا دائرات جرهت ومعاملة ووقت ودم وصالت جرهت دماء هيكي بيشت خوزيش خيرا خديرا من دا خوزة حق ما في خونا كربا خوزيكا بس ازب سلامت جيدر كبم بلا حق ما في مجي بيت خارن هند ياسا وصا هاتي دارتن وصاية هاتي ديناتن او كَسِي ما خوارن دَا خورن دخازه حقيقة يا سبحان الله ظلم اي نوف يا ساية دي يا سا يا يا قانون يا سبحان الله دمويكي خلق تنازلش حق وما في خوبيكت ا عدالة ave عدالت افركي هامي تاخوشينت مجتمعي اتنالن فقير بت داخوزا كنجي حقو ما في بجهتي اگر ايكي خدام پارو سروت و سامو تاجر بت او جي غازن داد كت زاريبا غلق بجرانو اكتشنا غهت ما اگر اشخوا اگر كسان اكي پاري خوا مزاخت بت التجارتي دا المقاولات دا او جي هندي كنجي پارو حقو ما في بجهتي اوه همي جبر هندي چوكين عدالت و يكساني نموية. اف عدالتان هنه كو خوة تعالى بحثت كت إن الله يأمر بالعدل والإحسان ركيزة أساسة بنسترة بو سياسي كوملاياتي علاقات و في خلقية و دو همي دولة و حضارات أساسا ادويت لندفخو پيداكن ادويت لندفو هبت مخابني في أفريكا دزجه قضائي هاي بس عاجزة ضعيفة لاوازة رسالة خناغة هينت وكيل بيجين اوش اگر اكي سركية كو عدالت نايته تحقيق كيرين هر دي ساني بل كو قضاء بخوا ادبط ريه حق ما في خلقينه دي بس دا مفهوم عدالة ويك سانيه بشكينت ولا واز بكت يا سبحان الله كدم قوانين توضعي ناق اني ناقوهارين تسليم قوانين اسماني نابن زحمت زحمة عدالة ويك سانيه بيدابت يا ربي نارين ونخوشيت خالكي ما هيك بيت كسانة عادل وحكومات عادل بيداكي حالي خلقي برف خوشي وآرامي ذبن وسعادة الدنيا يبونا تحقيقن وجزا يخل دفتا ورقرين رجا قيمته آمين آمين والحمد لله رب العالمين